تقول فضيلة الشيخ إن بعض الناس في القديم كانوا يخلعون أسنانهم ويركبون أسنانا من ذهب أو أسنانا من فضة بدلا من السن الأصلي، هل من يفعل ذلك الأمر الآن يعتبر آثما أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لهم استعمال الذهب في الأسنان إلا عند الحاجة، إذا احتاجوا إلى ربط الأسنان بالذهب فلا بأس بذلك لأن الذهب لا يصدأ، خلاف الفضة فإنها تصدأ. وأما بالنسبة للنساء فيباح لهن التحلي بالذهب والفضة، ولكن إذا لم تدعو حاجة إلى هذا فإن هذا يكون من الإسراف، والسن الذي خلقه الله أحسن من السن الذي يركب، إن كان القصد أنه يخلع السن ويجعل محله شيئا من الذهب. أما إن كان القصد تلبيس الأسنان بالذهب للنساء، فالنساء يباح لهن التحلي بالذهب، ليس محرما عليهن. نعم.